السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بما انه سوينا فيديو لافضل تشكيلة وافضل 11 لاعب بالمونديال، فلازم نساوي اسوأ تشكيلة واسوأ 11 لاعب بالمونديال. بهذا الفيديو ما رح اذكر اي لاعب من لعيبة المنتخبات العربية. اول شي ما بدنا نحبط من معنويات اللعيبة العرب، كمان في 28 منتخب فينا نلاقي 11 لاعب نحطهم بالتشكيلة. بحراسة المرمى بختار بينيدو حارس منتخب بنما، قدم أداء سيء وسجلوا بمرمى 11 هدف من 3 مباريات. بقلبي الدفاع بختار فونتي من البرتغال وهيكتور مورينيو من المكسيك. هل يا ترى الدوري البرتغالي ما في لاعب مثل الخلق والعالم يلعب مدافع مع بيبي؟ هيكتور مورينيو مدافع المكسيك قدم أداء سيء بأغلب المباريات اللي لعبها، يعني كان أداؤه والإحصائيات تبع اللاعب بتخجل. ظهير اليمين بختار ظهير منتخب أستراليا جوشوا ريسدون، كان خارج التغطية بأغلب المباريات، تقول شبكة سيرياتيل بنص تدمر، لا استقبال ولا إرسال. ظهير اليسار بختار لاعب منتخب الأرجنتين نيكولاس، أغلب الهجمات الكرواتية والفرنسية كانت من جهته، اللاعب لا كان بيساعد الهجوم ولا كان يلعب بالدفاع. بخط الوسط الارتكاز بختار سامي خضيرة، قدم مونديال سيء، مباريات سيئة، وكان بعيد عن مستواه اللي قدمه بمونديال البرازيل بال 2014. بخط الوسط بختار فرناندينيو لاعب منتخب البرازيل وكارلوس سانشيز من كولومبيا. فرناندينيو ما قدر يقدم اي اضافة بعد غياب كاسيميرو، بينما كارلوس سانشيز كان عالي على خط الوسط، لا صناعة لا تسليم لا استلام، ما كان يعمل اي شيء، يعني لدرجة انه خاميز رودريغيز انجلط بالملعب. بخط الهجوم وبالجهة اليسرى بختار ميتسا لاعب منتخب الارجنتين. ميتسا ولا له علاقة بكرة القدم، بس الحق مو عليه، الحق على أبو أوشام اللي حطه بالتشكيلة. خط الهجوم وبالجهة اليمنى بختار توماس مولر. توماس مولر بعد ما كان هداف بالمونديالات السابقة وكان بيقدم إحصائيات وأرقام خرافية، بهذا المونديال كان لاعب عادي جدا، وبدكم الصراحة يا شباب الله وكيلكم كرهني بكرة القدم. بقلب الهجوم بختار ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي ما قدم أي إضافة ولا سجل أي هدف بالمونديال. بصراحة أكثر لاعب فاجأني بالمونديال، لا تمركز، توقيت خاطئ، لاعب كان خارج الفورمة تماما. مثل ما شايفين يا شباب، هاي أسوأ تشكيلة أنا اخترتها لمونديال روسيا 2018. بتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا بصحة وخير وسلامة.